بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الأعزاء، نكمل مع بعض في قوانين الأسس. احنا حكينا للطلاب العلمي والأدبي هذا التأسيس، ولساتنا شغالين على نفس الموضوع لحتى ما نخلص من التأسيس اللي هو الثانوي بشكل عام، وبعدين إن شاء الله منفرع لحال. العلمي والأدبي والصناعي، انتبهوا معاي على قوانين الأسس. أول شغلة يا حبايبي، بالنسبة لقوانين الأسس في عندك أنت حالتين مهمات جدا. في حالة الضرب تجمع الأسس، وفي حالة القسمة تطرح الأسس. كيف يعني ربابة؟ تعال، إذا كان في عندي X أس N ضرب X أس M، الإكس تنزل زي ما هي وبتجمع الN زائد M. كيف يعني يا أستاذ؟ تعال، X أس 1 ضرب X أس 1، بتنزل الإكس زي ما هي، يعني الأساس زي ما هو مشترك، وبتجمع الواحد زائد واحد بصير اثنين، بشرط أن يكون الأساس X والأساس X. دير بالك. نيجي على الثانية، X تكعيب ضرب X أس 5، قلت لك بتنزل الإكس لأن الأساس مشترك، وبتجمع 3 زائد 5 فيها 8. حاضرين. نيجي على اللي بعديها الثالثة، X تربيع ضرب X أس 5، X و X مشترك من نزله، ومنجمع 2 وسالب 5 سالب 3. نيجي على اللي بعديها، X أس سالب 2 ضرب X أس سالب 3، X مشترك بتنزل، سالب 2 وسالب 3 سالب 5. انتهى الحل. تمام أستاذي؟ بتقول لي تمام. نيجي على الحالة الثانية اللي هي في حالة القسمة تطرح الأسس. يعني إذا كان في عندي X أس M over X أس N، هذا بيساوي الأساس مشترك X، تطرح اللي فوق ناقص اللي تحت. شباب علمي أدبي صناعي، ركزوا معي، نطرح اللي فوق ناقص اللي تحت، يعني M ناقص N بتضل M ناقص N. كيف يعني يا أستاذ؟ X أس 12 على X أس 3، نزل الX، طيب 12 تطرحها من الثلاث، 12 ناقص 3 9. انتهى الحل. شايف بكل هالبساطة. تعال نيجي على اللي بعديها، X أس 7 على X أس 9، X أس 7 ناقص 9 سالب 2. 7 ناقص 9 سالب 2، ها لو ان عجبك تحطها هيك، 7 ناقص 9 فيها سالب 2 أستاذي، إذا الأس الجديد هو سالب 2. اللي بعديها، الX أس سالب 2 على X أس سالب 3، أس مشترك بينزل أو أساس مشترك، تطرح اللي فوق ناقص اللي تحت. يا أستاذي أنا بدي أطرح سالب 2 اللي هي اللي فوق ناقص اللي تحت اللي هو سالب 3. يا سلام، فن وإبداع. بصير سالب 2 سالب في سالب موجب 3. طيب نطرح الكبير من الصغير، 3 ناقص 1 موجب 1، والإشارة للأكبر، إذن صارت X أس 1 هذا هو الحل. انتهى الحل. أي قيمة أس قوة صفر جوابها واحد. هاي بدكم تاخذوها قاعدة عامة دائما. أي عدد في الرياضيات أس صفر واحد، X أس صفر واحد. ومن هنا إجت إنه لما كانت المس أو كان الأستاذ يحكي لكم X أس 5 على X أس 5 قيمتها واحد. ليش؟ نرجع بالستوري من البداية. إحنا قلنا في حالة القسمة تطرح الأسس، بطرح الأس اللي فوق ناقص الأس اللي تحت. طيب يعني بتصير X أس 5 ناقص 5 صفر. طيب أي عدد في الرياضيات أس صفر؟ واحد. وبتقدر ما تستغني عن هذا كلياته وتقول الإجابة واحد. انتهى الحل. شايفين بكل هاي البساطة أستاذي. اللي بعديها مهم جدا، في حالة الضرب يوزع الأسس. كيف يعني أستاذي؟ X ضرب Y الكل أس N، هذا بيساوي X أس N واي أس N. في حالة الضرب والقسمة الأس بتوزع، لكن بالجمع والطرح لا يوزع، لا يوزع. افهموا علي شو قاعد بحكي. كيف يعني أستاذ؟ يعني 2 X الكل تكعيب، هي نفسها يا شباب، بتعرفوا إنها هي 2 تكعيب ضرب X تكعيب. شايفين كل هاي البساطة. طب 2 تكعيب ربوعة 8، وإكس تكعيب بتظل إكس تكعيب. انتهى الحل. شايفين هذه هي الحل، إكس تكعيب طبعا بتظل إكس تكعيب، ما عليها أي إشكالية. نيجي على اللي بعديها، الثلاثة إكس الكل تربيع، هي ثلاثة تربيع في إكس تربيع، ويساوي ثلاثة تربيع 9 ضرب إكس تربيع، يعني 9
اكس تربيع انتهى الحل. شايفين كل هاي البساطة. والاكس تربيع بتظل اس تالي اكس تربيع زي ما هي. ملاحظة مهمة جدا، سالب واحد اس زوجي يساوي واحد، وسالب واحد اس فردي يساوي سالب واحد. الاس الفردي يحافظ على الاشارة، هاي مهمة جدا. الاس الزوجي دائما ناتج وموجب، يعني دائما اكتب عندكم اذا كان اي عدد، اي عدد ها اي عدد استاذي، اي عدد ها عدد سواء سالب او موجب اس زوجي الجواب دائما موجب. اذا كان عدد لكن أس أستاذي فردي جوابه نفس الإشارة. شو يعني هذا الكلام أستاذي؟ يعني لو كان في عندي سالب واحد الكل أس أربعة، بسأل حالي سؤال، الأس زوجي ولا فردي؟ بتقول له الأس زوجي. كيف يعني الأس زوجي؟ يعني أستاذي الأربعة بتقسم على اثنين، نعم إذن هي زوجية. عدد كان أس زوجي بصير موجب، والواحد أس أربعة يعني واحد ضرب واحد ضرب واحد ضرب واحد واحد. أوعى تقول لي أربعة، دير بالك. نيجي على كمان واحدة، لو قلنا سالب واحد أس خمسة، آها الخمسة فردي ولا زوجي؟ فردي. الفردي نفس الإشارة يحافظ على الإشارة سالب. طب واحد أس خمسة، واحد في واحد في واحد في واحد في واحد خمس مرات، إذن واحد، انتهى الحل. شايفين كل هاي البساطة. نيجي الآن أستاذي نكمل مع بعض. يعني لو حكينا يا ربابعة سالب اكس الكل تربيع، اذا كان الاس زوجي شو قلنا؟ موجب، اكس تربيع، انتهى الحل. كل هاي البساطة. نيجي على الثانية، سالب اثنين اكس الكل تربيع. طب ما هي سالب اثنين تربيع حكينا واكس تربيع، لانه الاس شو ماله؟ يوزع على الضرب، لانه السالب اثنين والاكس بنات تنضرب. طيب سالب اثنين تربيع، الاس زوجي اذا موجب اثنين، مش اثنين، اثنين تربيع يعني اثنين ضرب اثنين اربعة، اكس تربيع بتظل اكس تربيع، انتهى الحد. شايفين كل هاي البساطة استاذ. نيجي على اللي بعديها، سالب ثلاثة اكس الكل تربيع، ايش بينهم؟ ضرب. فهي نفسها سالب ثلاث تربيع، يعني من ربع السالب ثلاث ومن ربع الاكس ايضا. طيب سالب ثلاثة تربيع تسعة، اكس تربيع، انتهى الحد. فهي يا شباب يعني موضوع بسيط جدا، وايضا زي ما حكينا في الضرب يوزع الاس، وفي حالة القسمة ايضا الاس شو ماله؟ يوزع. يعني اكس على واي الكل اس ان هي نفسها اكس اس ان على واي اس ان. اكس على اثنين الكل تربيع شو يعني يا جماعة؟ يعني هي نفسها اكس تربيع واثنين تربيع، اكس تربيع واثنين تربيع فيها اربعة، هذا هو الحل. تعال نشوف، هاي الاولى حليناها. نيجي على الثانية، إكس على سالب ثلاثة الكل تربيع، شو يعني يا جماعة؟ الإكس تربيع، هاي إكس تربيع، على سالب ثلاثة تربيع فيها موجب تسعة، انتهى الحل. نيجي على اللي بعديها، إكس تك من ربع البسط الكعب المسط البسط والمقام، عاد مين بيعرف ليش اسمه هذا تربيع وليش اسمه هذا تكعيب؟ اللي بيعرف الآن إيلو شو ما بده. التربيع هاي معلومة خارجية أو الدور عشان تكون فاهم، مش حافظ ليش. يعني لو جاء طالب أو أخوك الصغير وسألك ليش بتقول للأس اثنين تربيع مع أنه الأس خمسة ما بتقولها تخميس، فيش تخميس، ليش بتقول للثلاثة تكعيب؟ طب شو جاب الثلاثة للتكعيب؟ شوف أفهمك شغلة الآن أستاذي، أنت في عندك مربع مش هيك؟ هذا المربع كم بعد إله؟ طول وعرض. طوله ايش؟ وعرض. طيب لو فرضنا طوله اكس اكيد عرضه بده يكون اكس لانه مربع وتساوي الاضلاع. معناته لما نحكي بنقول اكس ضرب اكس اللي هي مساحته مش مساحة المربع تساوي طول ضرب العرض اللي هي طول شو؟ اكس ضرب اكس ويساوي اكس تربيع لانه اجا من المربع. إلو بعدين الطول في العرض. لكن لو جينا لل 3D animation، شو يعني 3D animation؟ يعني مكعب، هاي مكعب تمام؟
المكعب لو حكينا طوله x، طوله x ماشي، وعرضه x وايضا ارتفاعه x لازم يكون، هذا معنى مكعب جميع اضلاعه متساويه. هذاك متوازي مستطيلات اللي واحد x وواحد y وواحد z كله جايين ان شاء الله. لكن بيهمنا المكعب، شو قانون حجم؟ طبعا ما في مساحه للمكعب، في المساحه الكليه، اما مساحه المكعب فش. حجم المكعب، شو قانون حجم المكعب؟ يلا احكوا لي يا حلوين. حجم المكعب يساوي الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع، ويساوي اكس اس 1 1 1، اذا اكس اس 3، انتهى الحل. هاي هي يا جماعه الخير معنى تربيع يجز من المربع 2D animation، وتكعيب معنى من المكعب ثلاثي الابعاد 3D animation، طول وعرض وارتفاع. هذا معنى تربيع وتكعيب يا طلابي يا حبايبي، الله يرضى عليكم ويرضيكم، ان شاء الله تكونوا فاهمين مش حافظين، يعني هذا ما نسعى اليه دائما انه تخليكم فاهمين الرياضيات مش حافظين الرياضيات. نيجي الان على اللي بعديها، اكس على سالب 3 الكل تكعيب. بنيجي بنكعب الاكس، اكس تكعيب على سالب 3 تكعيب، طبعا الاس فردي بظل سالب، 3 تكعيب 3 ضرب 3 9 ضرب 3 27، انتهى الحل. شايفين؟ نيجي على اللي بعديها، لما نرفع اكس اس ان للبسط نعكس اشارة الاس والعكس صحيح. يعني اذا كان في عندك اكس اس ان في المقام، اكس اس ان في المقام، لو بدنا نرفعها للبسط يا جماعة الغير بنغير اشارة الاس بهاي البساطة. يعني اذا كان في عندك واحد على اكس تربيع، هاي كيف بدك تعمل فيها استاذي؟ كيف بدنا نعمل فيها؟ تعال نشوف. واحد على اكس تربيع، ارفع الاكس تربيع فوق، شو بصير؟ اكس قوة كانت اس 2، لما تغير موقعها من البسط الى المقام او من المقام الى البسط والعكس صحيح طبعا، شو بنعمل؟ نقلب اشارة الاس، يعني كان اس 2 بصير اس سالب 2، انتهى الحل. شايفين؟ بهاي البساطة. كمان واحدة، 2 على اكس اس 3، طبعا في طالب بيقول لي وين راحت الواحد؟ احط الواحد، بس هذا هبل، فيش واحد، يعني احنا ما بنحط، ما بنقول والله واحد كرتونة، بنقول كرتونة. ما بنقول اعطيني واحد قلم، تقول لزميلك اعطيني واحد قلم بصير يضحك عليك، تقول اعطيني قلم، لانه احنا عارفين انا وياكم انه هو سنجل حزين بائس. الان 2 على اكس تكعيب، ارفع الاكس تكعيب فوق استاذي، الاثنين بتظل، طبعا الاثنين اكيد لازم تنحط مش زي الواحد، الواحد لو حطيته او ما حطيته، لكن الاثنين لا بدها تنحط. اكس اس 3 كانت في المقام، اكس اس موجب 3، شو تصير؟ سالب 3، انتهى الحل. شايفين؟ بهذه البساطة. نيجي على بعديها، اكس قوة سالب 4. استاذي شو مقام الاكس؟ تقول لي مقامه 1. نزل الاكس تحت. ها. طيب، كانت سالب 4 شو بصير؟ موجب 4. شو ظل فوق؟ ولا شيء. شو يعني ولا شيء؟ يعني ظل 1. هذا هو الحل، انتهى الحل. نيجي على بعديها، 1 على اكس اس سالب 3. ارفع الاكس اس سالب 3 في البسط. شو بصير؟ اكس اس كانت في المقام سالب 3، لما ارتفعت فوق 3. شايفين؟ بهاي البساطة. نيجي على بعديها، 9 على اكس اس سالب 5. ارفع الاكس اس سالب 5 في البسط. شو بصير؟ 9 اكس قوة 5. تمام التمام. الآن نيجي على الأخيرة، اكس اس سالب 5. شو مقام الاكس اس سالب 5؟ بتحكي لي 1. نزل الاكس في المقام وغير إشارة الأس، يعني بتصير اكس في المقام وشارتها موجبه. شو بضل فوق؟ بضل واحد استاذي، انتهى الحل. تمام تمام. نيجي على القاعده اللي بعديها، قاعده الجذور. قاعده ايش استاذي؟ الجذور. صليت على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. دائما يا جماعه الجذر كيف بدنا نحول اصلا الجذر؟ هو شو قصته الجذر؟ الجذر يا جماعه من وين اجى؟ الجذر اجى، تعال احكي لك من وين اجى. يا حلو يا مجنني. الجذر يا جماعه يعني عمرك انت شفت اكس اس 3 على 2؟ يجوا العلماء شو قالوا؟ قالوا اكس اس 3 على 2 لو بدنا ندخلها على الحاسبه تكون صعبه شوي على الطالب. طيب شو نعمل يا جماعه الخير؟ قالوا حولوا من صيغه الاس الكسر اللي هو المعوق هذا ولبسه بالجذر. وبعدين شو قالوا؟ قالوا اللي فوق الداخل واللي تحت الخارج، وانتهى الحل. فإذا نفس النظرية، لو كان في عند الجذر الخامس
للإكس أس 7 لو بدي أحول من جذر إلى أس، ها شو بعمل؟ بقول إكس أس الداخل على الخارج. شايفين؟ بهاي البساطة أستاذي. فهيك أنت بتكون خلصت من هذا الموضوع. كمان مرة، طب لو لقيت جذر لحاله في الرياضيات هيك إكس، طبعا أكيد أس الإكس واحد، لكن أصغر جذر في الرياضيات، أصغر جذر يا جماعة الخير هو الجذر التربيعي. أصغر جذر معناته هنا في اثنين ما في واحد، فبدي أحوله لأس إكس أس الداخل واحد على الخارج اثنين، انتهى الحد. فهذا معنى الجذر، ومن هنا إجت قصة الجذور اللي بنشوفها كثير في الرياضيات. نيجي نكمل مع بعض. نيجي على الجذر التكعيبي للإكس أس اثنين. طيب يا جماعة الخير هذا بنحوله من جذر إلى أس إكس أس الداخل اثنين الخارج ثلاثة، انتهى الحل. والله أبسط من هيك ما فيه. نيجي على الجذر التربيعي للإكس تكعيب. طبعا هذا الجذر أكيد دائما لما تلاقي جذر فاضي هذا الجذر تربيعي. بتقول إكس أس الداخل ثلاثة الخارج اثنين، انتهى الحل. بالله عليكم عمرك شفته بهاي البساطة أستاذي؟ أو عمر مرق عليك رياضيات بالطريقة هاي من الصفر أو من تحت الصفر عشان تضلك تقول لي يا أبو راس مربع بدي تأسيس؟ هاي التأسيس قدامك، ما ظل إلك حجة أستاذي إنك تنطلق على التوجيهي وتجيب لي 200 من 200 وتكون معانا ضمن أوائل المملكة. نيجي الآن أستاذي على هذا السؤال. طبعا بدي أختار أصل عشوائي. نيجي على هذا إكس أس واحد على اثنين، بدي أحوله لجذر لبسه لا تخليه الشالح إكس الداخل على الخارج، انتهى. تعال على هاي إكس تحت الجذر الداخل سالب واحد الخارج ثلاثة، هاي الداخل سالب واحد حطيته بالداخل على الخارج اللي هو ثلاثة. هذول الأسئلة حلوهم أستاذي ونشوف كيف بدناك نحلو. طبعا كاتب لي الأس السالب، شو بدنا نعمل بالأس السالب؟ اقلب، يعني هذا مقام واحد بصير عندي، نزل الجذر كلياته تحت بس كان سالب واحد، شو بصير؟ أس واحد، شو ظل فوق؟ ظل في فوق واحد، إذا انتهى الحل. أمثل بالأرقام، أمثل بالأرقام يا جماعة الخير. لو بدنا نحول من جذر تربيعي للأربعة، طلع وري. الله الله لا إله إلا الله. طلعوا الآن كيف بدنا نحسب قيمته أستاذي؟ كيف بدنا نحسب قيمته؟ الجذر التربيعي للأربعة، شو يعني الجذر التربيعي للأربعة؟ طبعا أنت أكيد معك عليه حاسبة بالامتحان، لكن مش غلط أستاذي لو إنك تعلمت وكنت على قدر ويعني من المسؤولية إنك تعرف شو يعني جذر تربيعي أقله. شباب علمي خاصة العلمي بكرة راح تطلع من الامتحان تقول لي أستاذ ما فيش وقت أستخدم آلة الحاسبة، وبذكرك بهذا الكلام. لا تفكر إني معك آلة الحاسبة هذا يعني إنك أنت فاضي لا تعمل أي شيء، إدخالك للأرقام والعمليات الحسابية على آلة الحاسبة بده وقت، وهذا الوقت محسوب من امتحانك الوزاري. لا أنا بشكل ذهني، وإذا استصعبت قضية بفوت على الحاسبة، فمش دائما لازم أستخدم الآلة الحاسبة. فالجذر التربيعي للأربعة يعني شو العدد اللي بتضربه بنفسه مرتين بعطيك أربعة؟ طبعا الجذر التربيعي للأربعة هو اثنين. الجذر التربيعي لـ16 شو العدد اللي بتضربه بنفسه؟ بعطيك 16 أربعة. الجذر التربيعي لـ25 شو العدد اللي بتضربه بنفسه؟ بعطيك 25 خمسة. الجذر التكعيبي لـ64 شو العدد اللي بتضربه بنفسه 3 مرات لأنه تكعيبي؟ 4 ضرب 4 ضرب 4 إذا 4. الجذر التربيعي لـ64 شو العدد اللي بتضربه بنفسه كم مرة؟ مرتين 8 في 8 إذا 80. الجذر التربيعي لـ49 شو العدد اللي بتضربه بنفسه؟ بعطيك 49 اللي هو 7. جميل جميل وحلو. نجعل بعديها الجذر التربيعي للأربعة تكعيب. يا إخوان أربعة تكعيب ممكن نحسب من هون وممكن نحسب من هون، كيف يعني يا أستاذ؟ لو إنك كعبت الأربعة صارت معك الجذر التربيعي أربعة تكعيب اللي هي 64، وبعدين قلت الجذر التربيعي للأربعة 64 8 صح، ولو في طالب أخذ الجذر التربيعي للأربعة كم؟ 2 وخلى التكعيب وبعدين قال 2 تكعيب 8 نفس الحل. فيا بتاخذها من فوق يا بتاخذها من تحت، سهل. هون من وين بتحبوا نبلش؟ انا بدي ابلش جذر تكعيبي للثمانية فيها 2 خلي التربيع 2 تربيع 4 انتهى الحل. بالله عليك شفتوا بهاي البساطة؟ طيب نيجي على هاي بالله حلوة هاي. الان يا جماعة
خلينا نحلها لين نخلص منها. جذر التربيع ل 25 5 5 اس 3 125. هيا نيجي على هذا. الجذر التربيعي تحتيه 9 ضرب 25. طيب استاذ هل الجذر يوزع على الضرب؟ طب استنى ارجع لك بالذاكره، مش انا حكيت لك الجذر هو اس بس كسر؟ نعم، يعني اتفقنا انه الجذر هو اس. طيب هل الاس يوزع الضرب؟ نعم يوزع الضرب على القسمه. تعال فهي نفسها جذر التسعه ضرب جذر ال 25. صرت سوري. جذر التسعه 3 ضرب جذر ال 25 5. انتهى الحل. شفتوا بهاي البساطه؟ تعال نشوف الثاني. هل الجذر يوزع على القسم؟ نعم، بصير جذر تكعيبي للثمانية على الجذر التكعيبي للسبعة وعشرين ويساوي الجذر التكعيبي للثمانية 2 الجذر التكعيبي للسبعة وعشرين 3. انتهى الحل. فأبسط من هيك شباب ما في. تمام إخواني، تمام بإذن الله تعالى. بعد ما تعرفنا على الجذور والأسس بشكل عام، نيجي الآن ننتقل للموضوع اللي بعده في التأسيس، اللي هو الفرق بين مربعين. الفرق بين ايش؟ مربعين. طيب نيجي الان استاذي على الفرق بين مربعين. الفرق بين مربعين كالاتي. طبعا اشرح لك القصه من البدايه زي ما انا معودكم، بس بدي كمان بورد وبدي لون اسود. طلعوا علي. لو كان في عندي أستاذي مربع، هذا مربع تمام، وجو لا خلاص أوكي، وجواته في مربع ثاني. طيب حلو، جواته شو في مربع ثاني. لو افترضنا طول ضلع المربع اللي جوا إكس، طبعا اذا طول ضلع اكس وعرضه اكس صح ماشي، وطول ضلع المربع اللي برا واي، وراح يكون عرضه واي لانه مربع. تمام، بدي اسالك سؤال صغير وتجاوبني عليه بصراحه. بتعرف تحسب، بتعرف تحسب مساحه المربع الواحد اللي هو الصغير؟ بعرف مساحه الاول تساوي طول الضلع تربيع اللي هي اكس تربيع اللي هي الطول في العرض، الطول ضرب العرض اكس تربيع. طيب مساحة المربع الثاني اللي هو هذا الكبير، الكبير شو قانونه؟ مساحة اثنين اللي هو طول الضلع واي تربيع. حلو، شو عنوان درسنا احنا؟ فرق بين مربعين، مش هيك استاذي؟ نعم. طيب الان الفرق بين مربعين يا جماعه الخير شو بيحكي لك هذا؟ اول شيء شو يعني كلمه فرق في الرياضيات؟ مين يحكي لي الفرق؟ هسه تشرح لي انت الفرق بين عدد شيء وشيء. طب انا عارف الفرق بين شيء وشيء، لكن انا بهمني الفرق بين مربعين هذا اللي بنشتغل عليه قاعدين، انت بتعرف شو قانونه استاذي؟ بتعرف شو قانونه؟ الفرق لو قلت لك انت طولك مثلا 150 وصاحبك طوله 170، قديش الفرق بيناتكم؟ مباشره بتقول لي 20. ليش؟ طرحت 170 من 150، اذا عمليه الفرق هي ناقص. المربعين يعني مساحه المربع الاول اكس تربيع ناقص مساحه المربع الثاني يعني واي تربيع، ومن هنا اتى مسمى فرق بين المربعين. فهمنا؟ فهمنا. اي شيء تربيعي في الرياضيات سواء معادله تربيعيه او فرق بين مربعين بدنا نعمله لازم نحلل. كيف يعني نحلل استاذي؟ نفتح قوسين، الاكس تربيع اكس في اكس، اول اشاره سالبه، سالب وموجب دائما تحليلها الفرق بين مربعين، الواي تربيع واي في واي، انتهى الحل. شايف بهاي البساطه؟ فالموضوع مش كثير معقد شباب، لازم ندير بالنا عليه ولازم نضل دائما متذكرين شو اللي قاعد بصير بالدرس. تمام، نيجي الان بعد ما شرحت لك الفرق بين مربعين وتحليله،
صح عقلبه. حلل العبارات التربيعية الآتية أو كل من العبارات الآتية. تمام. نيجي الآن يا شباب لما بدنا نحلل العبارات التربيعية الآتية شو نعمل؟ أول إشي نتأكد إنه فرق بين مربعين. كيف يعني؟ الإكس تربيع مربع ولا مش مربع؟ بتقول لي مربع. والتسعة مربع ولا مش مربع؟ بتقول لي مربع. إذا كان في عندي فرق بين مربعين بتفتح قوسين هيك. الإكس تربيع شو تحليلها؟ إكس في إكس. السالب شو تحليلها؟ سالب في موجب. التسعة شو تحليلها؟ ثلاث في ثلاث. وش هي عبارة عن ثلاث في ثلاث؟ انتهى الحل. نيجي على الثانية، إكس تربيع ناقص 64. فرق بين مربعين، فرق لأنه ناقص، طبعاً مجموع مربعين ما بتحلل وجايينه. لازم يكون ناقص. لازم يكون ناقص أستاذي. وبتفتح قوسين. الإكس تربيع إكس في إكس. السالب سالب في موجب. الـ 64 8 في 8، انتهى الحل. شايفين؟ بهاي البساطة. نيجي على بعديها. واحد ناقص إكس تربيع. كيف بدنا نحللها؟ الواحد مربع كامل؟ يا إخوان الواحد مربع ومكعب ومخمس ومسدس وبمبكشن واللي بدك إياه. تيجي تفتح قوسين. الواحد تحليلها واحد في واحد. تزبط معك على جميع الألوان. بنسميه هذا العدد الحر اللي هو بزبط على كل الأشكال. الناقص حكينا ناقص في موجب. الإكس تربيع كم إكس أستاذي؟ إكستين. تحط واحدة هون واحدة هون. انتهى الحل. نيجي على بعديها. إكس تربيع ناقص 81 على 25. يا إخوان الإكس تربيع مربع، وال81 9 في 9 مربع، وال25 5 في 5 مربع. بزبط معاي فرق بين مربعين. باجي بفتح قوسين. صليتوا على النبي؟ اللهم صل على سيدنا محمد. الإكس تربيع إكس في إكس. إكس في إكس. السالب سالب في موجب. ال81 9 في 9. ال25 على 5 على 5. بالله عليك ما فهمت؟ فهمت طبعا. ليش؟ لانه استاذ انت شاطر وانيق. انت شاطر وانيق. تعالوا نيجي على هذا السؤال. 4 اكس تربيع ناقص 9. نيجي بنفتح قوسين. الاربعة مربع كامل اللي هي 2 في 2. هي 2 في 2. الاكس تربيع اكس في اكس. السالب سالب في موجب. التسعة ثلاث في ثلاث. بالله عليك ما هو سهل؟ سهل. تعقدش الأمور. وباقي الأسئلة هذول بتحلوهم، لكن أنا بدي آجي على آخر الأسئلة هذول. قوي وحلو زين. الإكس ناقص واحد تربيع ناقص تسعة. طلع هذا الجزء الأول وهذا الجزء الثاني حاط لك. الآن أستاذي انت لما بدك تحلل اول اشي لازم تفتح قوسين. طب استاذ استنى، ما انت هاي مش فرق بين مربعين. مين حكى لك يا حلو؟ مش القوس تربيع هو القوس في القوس؟ اه والله صح، ما هو واحد او اكس ناقص واحد. سوري يا رب. اكس ناقص واحد في اكس ناقص واحد. ما هو إكس ناقص واحد تربيع هو قوسين نفس الشيء. لا تغير إشاراتهم، نفس المحتوى القوس أستاذي. لا تغير إشاراتهم. طيب نيجي الآن يا جماعة العلم. أوكي نيجي الآن يا جماعة الخير. السالب شو تحليل السالب؟ سالب في موجب. صح؟ تقول لي صح. التسعة ثلاث في ثلاث، انتهى الحل. بالله شفت أبسط من هيك؟ ما شفت. طيب نيجي على بعديها. طبعا اذا بدنا نرتب الغرفه هاي بتصير معك كالاتي. اكس بتنزل ناقص واحد ناقص ثلاث ناقص اربعة. هون اكس بتنزل ناقص واحد زائد ثلاث زائد اثنين. هون هيك شايفين بهاي البساطه. طيب نيجي على بعديها. اكس ناقص خمسة الكل تربيع ناقص 25. ايوه اول اشي استاذ اكس ناقص خمسة تربيع. هاي مربع كامل. كيف بنعملها يا جماعة؟
الاكس ناقص 5 تربيع، اكس ناقص 5 في اكس ناقص 5 حاضرين. السالب سالب في موجب حاضرين. ال 25 5 في 5 فيش بعد هاي البساطة. نيجي الآن على هذا متركه لكم. نيجي الآن على هاي 25 ناقص 2 اكس ناقص 3 الكل تربيع. أول إيش ال 25 مربع كامل والقوس تربيع مربع كامل. بتفتح قوسين. ال 25 5 في 5. هاي 5 في 5. ما بيصير تبلش بالقوس. إذا السؤال بلش بالعدد خليك مرتب، الرياضيات ترتيب فقط، عملية ترتيب. السالب سالب في موجب. القوس تربيع، القوس اللي هو 2 اكس ناقص 3 في القوس 2 اكس ناقص 3. تمام؟ تمام، انتهى الحل. طبعا لو بدك ترتب اكثر استاذي شو بتعمل؟ اها هون بدك تركز، لانه في قبل السالب قبل القوس في سالب بدها تدخل عليه هون وهون. فبصير عندك 5 لما تدخل السالب على اي اشاره استاذي بتدمر اشاراته، كيف يعني؟ بتغير كل اشارات السؤال. فبتصير سالب 2x سالب في سالب موجب 3. اللي بعديها بدنا ندخل الموجب، طبعا الموجب ما بيأثر، الموجب شخص مسالب بيظل نفس الاشارات، زائد 2x ناقص 3 نفس الاشارات. طيب اوعى يا طالبي العزيز تقول لي 5 ناقص 2 3، اوعى، هذا كفر في الرياضيات يا جماعه. العدد الحر مع العدد الحر يعني 5 زائد 3 8 ناقص 2 اكس بتنزل، يعني 5 ناقص 3 2 زائد 2 اكس بتنزل. والله العظيم ابسط من هيك ما راح تلاقي. طبعا دائما ملاحظه، مجموع المربعين لا يحلل، يعني اكس تربيع زائد 4 لا تحلل، مميزها اقل من صفر، وهذا الحكي راح نجي له قدام برضو نتناوله ونركز على قانون المميز. واكس تربيع زائد 9، اكس تربيع زائد 9 ايضا لا تحلل، لا تحلل، فتترك كما هي أستاذي، تترك كما هي. إلى حد هون نكون خلصنا حصتنا لهذا اليوم، نراكم إن شاء الله في الحصة القادمة، يعطيكم ألف عافية، وحبكم دائما الأستاذ أحمد ربابعة، مدرس لأفضل الطلاب في الأردن، وليس مدرس أو أفضل مدرس في الأردن، أنا مدرس لأفضل الطلاب في الأردن فقط. بتمنى منكم التركيز على الحصص، بتمنى لكم have a nice day حبايبي، ونشوفكم الحصة القادمة.